السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله تعالى أم مريم صاحبة قناة يوميات مريضة سرطان. ممكن ناس كتير جدا ما كانتش تعرفها لأنها كانت قناة صغيرة. أم مريم تعاني من سنين مع الكانسر. ربنا يرحمها يا رب، ربنا يرحمها ويعفو عنها ويثبتها عند السؤال. مريم انا بالظبط عرفتها من تقريبا كده من سنتين. في السنتين دول يعني الحمد لله رب العالمين كنت باستمرار على تواصل معاها، بصبح عليها الصبح، اتكلم في الليل، ممكن في العصر نتكلم برضو. كانت دايم مسكينة يعني ربنا يرحمها. كانت من الناس الصبورة، صبورة جدا جدا. كانت دايما تقول أنا راضية باللي ربنا كتبه لي، ربنا إن شاء الله يعوضني خير، ربنا يديني الأجر على صبري على المرض. مريم أحسن الناس اللي أنا عرفتها هنا على اليوتيوب. طبعا هي بقالها فترة في العناية المركزة وصار لي كل يوم ابعت لها صباح الخير بس ما كانتش بترد. اتصلت بيها تقريبا كده من حوالي اسبوعين، اتصلت بيها على تليفونها رقم المصري وردت علي اختها الله يجزاها خير ويكتب اجرها يا رب. قالت لي ممنوع التليفون يدخل جوه يعني في العناية المركزة وكده، بس انا هوصل لها انك سلامك وانك سألت عليها. قلت لها الله يسعدك ويكتب أجرك يا رب. المهم تقريبا بعد أسبوع لقيتها حد بيقول لي صباح الخير، ازيك يا أم عبود، كتابة. قلت لها أم مريم انت طلعتي الحمد لله على سلامتك. قالت لا أنا خلاص طلعوني من العناية المركزة بس أنا لسه تعبانة. قلت لها ربنا يشفيك ويعافيك يا رب يا أم مريم ويجعل كل اللي انت بتعانيه في ميزان حسناتك. وفلانة 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 ناس كتير جدا سعوديات أخوات فاضلات كانوا دائما بيكلموني عشان أطمنهم عن أم مريم. طبعا الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم ويجعل كل اللي هم مع يعني عملوه مع أم مريم في ميزان حسناتهم ويديهم الأجر يا رب. فعلا بصوا في ناس محترمة كتير جدا جدا، في ناس محترمة وبنت حلال وبتساعد، ربنا يكتب أجرهم يا رب. اللهم أمين. أحب أقول لهم برضو مريم توفت ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يثبتها عند السؤال وإنه يجعل كل اللي هي عانيته في ميزان حسناتها وتكفير ذنوب إن شاء الله، وإنه يدخلها الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. و يعني من سنتين وانتم واقفين جنبها وبتساعدوها بكل ما تمتلكوا، بتساعدوها ماديا، بتساعدوها بالكلمة الطيبة، وبتساعدوها بانكم تكلموها كلام يرفع من روحها المعنوية. احب اقول لكم برضو ان اولادها محتاجين، اولادها صغيرين لسه، ويعني سبحان الله ولا إله إلا الله، ربنا يصبرهم يا رب، ربنا يصبرهم ويكون في عونهم، خصوصا مريم الصغيرة اللي لسه في أولى ابتدائي، ربنا يصبرها يا رب. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لسه عارفة الخبر دلوقتي حالا، يعني بعت لها كل يوم ببعت لها صباح الخير صباح الخير. لقيت حد رد عليا دلوقتي وقال لي وعليكم السلام. قلت ام مريم كيف حالك، بعت لها رساله صوتيه. فتقريبا حد من اولادها رد عليا وقال لي ام مريم تعيشتي، ربنا يرحمها يا رب، ربنا يرحمها يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لله ما أعطى ولله ما أخذ. بنرحمها يا رب ويرحم أموات المسلمين، وبقدم التعازي لكل عائلة أم مريم، لأولادها ولزوجها أبو محمود الراجل المحترم، ربنا يصبركم يا رب، وربنا يعينكم، ربنا يعينكم على الحياة ويصبركم ويرحمك يا أبو مريم ويعفو عنك. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله الدنيا ما تساوي حاجة، كل الدنيا اللي انتوا شايفينها دي بقى. ما تسويش ان الانسان يفقد حد كان بيعرفه او كان متعود ان هو يتكلم معاه باستمرار. ابو مريم سبحان الله ولا اله الا الله، برغم كل المعاناة اللي هي كانت فيها ورغم كل التعب اللي هي كانت فيه والجلسات اللي كانت بتاخدها، ومع ذلك كانت انسانة مؤمنة موحدة بالله، وكانت دائما يعني تطلب الأجر من الله، تقول أنا راضية أنا محتسبة. بس لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. ربنا يرحمك يا أبو مريم يا رب، ربنا يرحمك ويعفو عنك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة. ربنا يجعل كل اللي انت عانيتيه في حياتك في ميزان حسناتك، وتكفير ذنوب ورفع درجات.